ولكن لم تسقط برقة ولن تسقط، فهذا هو الشعب العربي البرقاوي. لا خيار لكم، لا تنتظرون من أحد. خيارنا الآن تشكيل لجنة وذهاب إلى حدود دولة برقة العربية وإقفالها. لا تنتظرون من أحد، فالحرية تنتزع بالقوة ولا توهب، بالدم تؤخذ الحرية. نحن الآن أمام التاريخ، أمام الجغرافيا، أمام حدود دولة برقة العربية، فعلى أبناء برقة العربية وأبناء المجاهدين في الأشهر القادمة قد نشكل لجنة للذهاب إلى حدود برقة العربية، وستقفل حدود برقة العربية، ولن ننتظر من أحد ولن نستجدي أحد. فنحن أبناء المختار، نحن أبناء أبو مطاري، نحن أبناء شويفي، نحن أبناء يوسف بورحيل، نحن أبناء العبار، نحن أبناء تهوم، نحن أبناء الوطي، نحن من قال فينا الشاعر. ذلك الكلام أبناء برقة وأبناء المجاهدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد مراجع البرقاوي، الناطق الإعلامي باسم منظمة صوت برقة العربية الحقوقي. شكرا أبناء برقة العربية، أبناء المجاهدين، ونلتقي قريبا على حدود برقة العربية. حياك الله، حياك الله.